محمد احمد تسلم على الورد يا حبيب، شكرا والله شكرا. محمد لا عاد تدعم حبيبي حمد. لا تكلفوا على نفسكم. رياضة الصباح، الرياضة للناس الراقية، أنا وين يبون الرياضة؟ شوف مثلا هذا ربنا مهدي باله، آخر رواق جاي يسوي رياضة. أنا مشيت شوي بالبث صرت بموت. طيب الله رفع عمرنا كبر وضعه. ما عاد فهمت وين شفت اني متكبر، لكن رايك احترمه شكرا. واذا بركض متعود الا نوريه بنورينا هذه المغرب. عاد لو ما في غيوم تشوف المنظر بيكون احلى. لا بحيرة هلا بها السودان، هلا كان أول مرة يدخل بثي واحد من السودان. كنت أنا في معبي ورجيت الأجواء، إذا ما عجبكم فعيش تريد كلام فاضي. خلي العالم عاد بالتيك توك والبثوث، في ناس صاحية في ناس مجنونة، يعني ما تقدر تحاكم واحد. خلي الناس روحهم. شوفوا القمر هناك، ما شاء الله. متابعينك غدد بالعكس والله، بس التعليقات كثير ما عاد الحق يا حبيبي. نسيتني، لا كيف انساك والله ما اقدر انساك يا حبيبي. فيك تسلم. معسل. الصيف. صحيح، لا هي بحيرة مشي. خير من السعودية، هلا مساء النور، حنا المغرب.
في الولاية زرتها. يمكن نيويورك، أنا آسف لكن الوضع مع جميع التعليقات، إن شاء الله إن شاء الله. شباب البحيرة هذه لا دائما معصر البحيرة، بس لما كان ثلج كانت متجمدة. صبح الإمارات ما زال الليل، الساعة عندي بتصير 6. لا 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 اليوم في طحالب على الصبح. كان جميل، تسلم. سنغافورة يا ويلكم، معصب عليكم حمد. اسم المدينة مكتوب يا حبايب. Luckily you're right. Thank you, ya habib. Nice to have you in our life. هلا بس يا شاب. أنا مفكر أحضر الكلمة شوي. أيوة الطقس فيه برود. كيف أول مالي أولادنا؟ المشكلة إيش الكلمة اللي أحذفها؟ من وين البث؟ من وين؟ ممكن أتكتب بألف طريقة. السؤال ما بنخلص منه، يعني بيرجع لنا بمرحلة أخرى. يعني في وين أنت، من وين بس، من وين. لا رح تغرب الشمس، صار والله غيوم ما وضحت المطروح.